في كل الاحوال خلينا نشوف الكابتن كريم اسامه مدرب اللياقه البدنيه هيقدم لنا عدد من التمرينات الرياضيه المتعلقه بالاطالات. صباح الخير على كل المشاهدين في كل مكان. النهارده هتكلم معاكم عن الاسترتشات والمرونه، وايه الفرق ما بين الاسترتش والمرونه، وايه هي التمارين استرتشات وتمارين مرونه، وليه اي حد بيلعب رياضه محتاج انه يعمل تمارين استرتشات وتمارين مرونه، وايه اهميتها. اول تمرين هعمله هشبك ايديا الاثنين في بعض سوبرمان، هنزل في النص، احاول اطول اقصى مدى بالراحه، بعدين اكتر قدام. احلى شباب، برافو. طول 2 3 4 5 على قد ما اقدر كمان، بعدين اغير، افتح مشط رجلي لبره، انزل على اليمين 1 2 3 4 5 شمال، افتح وش رجلي لبره، انزل 1 2 3 4 5 ضم رجلي الاثنين على بعض، انزل بالراحه، احاول اقصى مدى قدام 2 3 4 5 اثبت 2 3 4 5 برافو. بعدين احاول انزل واطلع زق بوستي ورا بالراحه 2، احلى بنات، برافو شباب، 2 ظهري مفروض، كمل، ها 3 برافو، 4 5 عاش كمان، ها 2 3 اسرع، ها 4 5 خلي رجليا ثابته، افتح وش رجلي لبره وظهري مفروض، ايدي اليمين في جنبي، انزل بالراحه واطلع بالراحه ظهري مفروض 2 3 4 5 احاول اثبت 2 3 4 5 غير، افتح وش رجلي، غير ظهري مفروض، انزل واطلع بالراحه 2 3 4 5 اثبت 2 3 برافو، زيد، ها 4 5 احلى، قدام، هنزل 1 2 3 4 5 ها غير ظهري مفروض، اضغط بالراحه بسيط قدام 2 3 ظهري مفروض، صدري مشدود 4 5 برافو، اعمل مرونات لنفصل قدم 1 2 3 نص دايرة لجوه 4 5 برافو، ها لبره 1 2 3 4 5 ها غير رجل التانية، هوب 1 2 3 4 اجيبها من ورا لقدام 5 ها بدل 1 2 3 برافو، ها 4 5 احلى كمان، ها اشتغل للجنب 1 2 3 4 5 ها بدل. لو مش قادر اعمل بالانس لجسمي ممكن احاول اسند على حيطه او اسند على كرسي، ها 1 2 3 4 5 ها هعمل مرونه لمفصل قدم بالراحه نص دايره لبره، مهم قوي التمرين ده، 2 3 4 5 ها اعكس 1 2 3 بضغط على مشط رجلي 4 5 ها غير رجلي التانية اهو نص دايرة 1 2 3 4 5 ها اعكس اهو بضغط على مشط رجلي والف ها برافو عكس 2 3 ايدي في وسطي ها
ظهري مفروض 4 5